طب بالنسبة لصبحية أنا عرفت قصتها، أما بالنسبة للسبورة دي أفهم بقى لازمتها إيه؟ ولا هي مش متعلمة ولا إيه؟ لا لا لا، حاسبي على كلامك، ده بفك الخط حتى اسألي سيفوقش. اخرج تفكر باط جزمة. قلبك بقى لسه صافي. البت صبحية دي كانت شاطرة قوي أيام الحضانة، وبعدين في ابتدائي جالها كسل بقى شوية، على أولى إعدادي رموها بقى لو مش نافعة خالص. والسبورة دي عشان أعلم البت صبحية أصول وقواعد اللغة العربية الغنائية. ايه ده؟ امال انا يبقى لازمتي ايه في القعده دي؟ لا ازاي، ده انت منورانا انسه صافي، منوره الدنيا كلها. يعني انت لازمتك بقى انك لو شفتي اي اخطاء املائيه توقفينا عند حدنا بقى. مش انا مركزه معاك قوي 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 قوي. بص يا بت، ايه الحرف ده؟ وانا عرفني يا اخويا كنت بنجم. يا بت بنجم وانا بقرا لك الكف يا بت، ده انا بقول لك الحرف ما هو باين قدامك اهو، ت مربوطة أو تاء التونيس. بقول لك إيه يا سي فوقش، والنبي علمني قواعد اللغة العربية حرف حرف. من عناية يا بت صبحية، من عناية. إيه ده؟ جرى إيه يا فوقش؟ أنت بتجريها ولا إيه؟ إحنا ما اتفقناش على كده، أنت جاي هنا تعلمها ولا تعاكسها؟ لا جاي أعاكسها طبعا. لا قصدي جاي أعلمها يعني، وبعدين عشان يطمئن قلبك بقى بصي القلبة في الأداء اللي جاية دي. افتحي ايدك يا بت يا صبحي.